مرحبا، انا رضا، فاشن ولايف ستايل انفلونسر. اليوم انا موجوده بالدوحه فيستيفال سيتي عشان ازور ديبنهامز ونشوف النيو كولكشن سوا تاعو. كلنا بنعرف قديش في براندات موجوده بديبنهامز، بس اليوم احنا راح نركز على براندات معينه. اولها مس باب. مس باب واحده من البراندات اللي انا كثير بحبها، قطعها عمليه وانيقه، وفي منها كاجوال وفي فورمال، وكمان في شغله كثير مهمه لا تنسوها، انه عندهم نايت دريسز او ايفنينج دريسز. الكواليتي بتجنن والالوان كثير حلوه، واتس اول تريندي. الديسبلاي تبعت مس باب كثير فريندلي، وكثير بتساعدكم انكم تنسقوا القطع مع بعض. مثلا هالبنطلون حاطينه مع تو اوبشنز، حاطينه مع الوايت سويتر وحاطينه مع البلاك سويتر، ومع الاثنين بجننوا وكثير حلوين. مس باب كمان معروفين انه عندهم قطع تريندي ومع الهبة مثل ما بيقولوا، مثل الدبل ويستد بانت هاد. This is so me. I like this kind of pants. I like this kind of statement pieces. وإذا بنعمل كلوز اب على الماتيريال تبعت الايفنينج دريسز، وشوفوا قد ايه الكواليتي حلوة وأنيقة. البراند الثاني اللي راح نحكي عنها اليوم بوهو. كلنا بنعرف انه بوهو مش موجوده الا اونلاين، بس في ديبنهامز عندكم فرصه انكم تيجوا تشوفوا القطع وتقيسوها. بوهو اللي بيميز قطعها انها ستيتمنت، مثل هذا الكوت، اللون بجنن وملفت للنظر كثير. هذا الكوت يو كان ستايل ات مع الدريس، مع ليجن، مع جينز، او حتى مع فورمال بانتس وشيرت، كمان بيطلع كثير اليجنت. والقطعة اللي أنا لبساها اليوم من براند كتير مميز في ديبنهامز اسمه GWD. هاي البراند بميزها إنها براند كلاسيك، فورمال، أنيقة، ألوانها جداً أنثوية. شوفوا هاي السكيرت ما أحلاها، معها توب، ماتشنج توب. وهاي القطعة اللي أنا لبساها، هاي القطعة connected، يعني it's not separate. السويتر والدريس they are not separate، مع بعض بيجوا مع بعض قطعة واحدة. والبراند الثاني اللي راح نحكي عنها اليوم كوست. هاي البراند البريطانية اللي تأسست سنة 1996، ومن هداك الوقت محافظة على نفس الروح واللمسة لملابس المناسبات للأعمار المختلفة. قطعتين كتير عجبوني بالنيو كوليكشن أو النيو سيزن عند كوست. أول قطعة هذا السيت من الفذر، سكيرت مع توب، كتير أنيقين وكتير حلوين لعشاء أو حتى لويدينج أو لحفلة، وهذا الدرس كمان. لا تنسوا تمروا على ديبنهامز وتشوفوا باقي كوليكشن كوست. وهلأ بما أنه كارين ميلن ورانا، خلينا نروح نشوف كارين ميلن. أكتر براند أنيق بالنسبة لإلي للشغل أو إذا عندي طلعة أو عشاء المساء. كارين ميلن اللي بيميزه أنه قطعه never out of style، قطعه كلاسيك وتايمليس، بتحطيها بخزانتك وابدا ما بتقدم وبتضلك تلبسيها. مثل هذا الجاكيت، على شو ما لبستيه، على جينز، على ابيض، على اسود، على بيج، على سكيرت، كله بيمشي وبيمشي معك على كل المناسبات. وعندنا كمان هذا السيت، شوفوا قد ايه كيوت وقد ايه حلو وقد ايه انيق. وانا عم بلف معكم عجبوني تو اوتفيت، رح ادخل اجربهم هلا واوريكم اياهم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم. بحب أشكر دوحة فيستيفال سيتي وديبنهامز على الاستضافة الجميلة. لا تنسوا تمروا على ديبنهامز وتشوفوا باقي التشكيلة الجديدة، ولا تنسوا تعملوا لي فولو وتبعتوا لي أي استفسار بدكم إياه بخصوص الستايلينج. باي باي.